قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فما زال القرآن هو أشرف من شغل به المشغلون، وأولى ما أنفقت واستثمرت فيه الأعمار والأوقات، وما زال مدح الله عز وجل للمشغلين بالقرآن ولأهله مدونا ثابتا صحيحا مسندا بأنهم أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، فهو جدير وهو حقيق أن تنفق فيه الأعمار والأوقات. وما زال الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أناسا ويخلد ذكرهم في العالمين. جرت عادته وسنته ونواميسه عز وجل أنه ما من عبد من شغل بالقرآن وصار من أهله وصار مدمنا على تأمله وقراءته وفهم معناه والعمل به إلا رفع الله عز وجل ذكره بين الناس وجعل له بعد موته أثرا. والأمثلة أكثر من أن تحصى، ما بين مفسرين وشارحين ومتأملين حتى القراء والتالين للقرآن ما زال الله عز وجل يخلد ذكرهم بيننا حتى بعدما ماتوا بعشرات السنين، ما زالت قراءتهم يعني في الأذان ليل نهار، وما مشايخ بلدنا عنا لبعيد. عندنا أمثلة من القراء نحسب أنهم كان لهم مع الله عز وجل حال، وأن كان بينهم وبين الله سريرة ما. وإلا ربنا سبحانه وتعالى كتابه أعز عليه من أن يتصل ويلتصق اسم شخص بالقرآن، وإذا ما ذكر ذكر القرآن، وإذا ما سمع سمع القرآن، حتى يعني بعض هؤلاء المشايخ ليس لهم أي شيء يعني يذكر مسموع ومسجل إلا هذا القرآن، ما بين تجويد وتفطيل. فهذه أحسبها الله أعلم علامة من علامات القبول وعلامة من علامات الإخلاص، أن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم أن تظل قراءة هؤلاء الناس النفر القليل يعني في آذاننا لا ينتهون من ختمة إلا بدأوا التي بعدها. ربما يقرأ أحدهم سورة الكهف يوم الجمعة، وربما هو هكذا. فهذه كلها من كرامات ومنن الله عز وجل على من ينشغل بهذا الكتاب ويشغل نفسه به بأي شكل من الأشكال، أيا كان شكل هذا الانشغال. ومن أجمل وأولى وأجدر أنواع الانشغال هو الانشغال بالقرآن فهما ثم عملا ثم تطبيقا. وإذا كان الإنسان ممن من الله عليه بحفظ فكان أولى، إن كان ممن عليه بقراءة جيدة كان أرفع في الدرجات، بصوت ندي كان أرقى، وهكذا. وهي أرزاق وزعها الله عز وجل بين عباده. ولكن غالب الناس يحسن أن يتعلم، غالب الناس يحسن أن يبذل بعض الوقت بعض المجهود ويأتي بكتاب كله يدور عن القرآن. كل هذا الكتاب يدور عن القرآن. ذكرنا في المقدمات أمثلة الأبواب اللي بتبحث فيها مادة علوم القرآن، وأخذنا نتنقل بين مثال وآخر وثالث ورابع. وأنا أعتقد أن مجرد العناوين كانت شيقة، أنا أعتقد ذلك، أن عناوين الأبواب فقط لو إحنا قرأناها هنقول اه احنا عايزين نكمل الكتاب ده ونشوف هو ايه المضمون بقى وايه المحتوى. العناوين في حد ذاتها جذابة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد للمقدمة واستمع كيف يتنقل بنا هذا العلم
بين باب وآخر من أبواب تفتح فيها أنواع من الأفهام والفتوحات لم تكن موجودة قبل أن ندرس مثل هذه المادة المباركة. وكعادة المقدمات يتكلم المصنفون عادة على فضل هذا العلم ومراحل نشأته وكيف دون الناس فيه وكيف وصل إلى هذه الحالة من النضوج التي بين أيدينا الآن. وقلنا أن الأمر يدور دائما مع الاحتياج، البشر كلما احتاجوا إلى علم بحثوا فيه، كلما احتاجوا إلى تدوين شيء ما بدأوا يدونون ويصنفون. ففي بداية الأمور كما ذكرنا في المرة السابقة كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أجدر الناس وأحقهم وأقدرهم على فهم القرآن. ومن العوامل المعينة على الفهم ليس فقط سلامة اللسان والعربية السليمة المتينة اللي بتعينهم على فهم ما نزل بلسان عربي مبين كما سماه الله عز وجل، ولكن أيضا معاصرة الأحداث. قلنا إن سبب النزول فيه قدر كبير جدا من فهم معنى الكلام ومعاصرة الموقف الذي من أجله نزلت الآية يعين على فهم معنى الآية وعلى مراد الله عز وجل من هذا الكلام. وبالتالي لما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم وبينهم وعليه وهو بينهم ينزل القرآن منجما آيات تلو الآيات كانوا أولى الناس بالفهم، وإلا كثير من الآيات الآن في التفاسير لا تفهم إلا لما تيجي على مقطع سبب النزول، لماذا نزلت وفي من نزلت وما الموضوع المتعلق بالآية حتى نفهم ما المراد من هذا الكلام. فلسان عربي سليم معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليهم القرآن، فمعرفة بأسباب النزول ولماذا أنزل الله هذا الكلام سبحانه وتعالى. ثم بعد كل هذا قد تستغلق بعض الكلمات في بعض الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم حي بين أظهرهم يسألون، تستغلق معنى من منا لم يظلم فيسألونه فيقول بل هو الشرك، ليس ما تفهمون بل هو الشرك. وأعد لهم مصادر من قوة فيقول إنما قوة الرمي مش قوة الخيول ولا قوة السلاح، أن مراد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية من كلمة القوة هو الرمي. فدي كانت مبادئ علم التفسير، كلمة تستغلق في آية من وقت إلى آخر. أما باقي القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفترض أن الصحابة طالما أنهم لم يسألوا فقد فهموا، فإذا ما استغلق عليهم شيء سألوا فأجاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة ما يذكره من أحاديث في حياته، ومنها أحاديث تفسير ما استغلق عليه من أحفظ القرآن حتى لا يلتبس ويختلط ما يكتب عنه من غير القرآن بالقرآن. وبذلك استمرت هذه المقدمات في علوم التفسير في الصدور تلقن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين. في بداية عصر التدوين بدأ بعض أهل الحديث ممن شغل بتدوين ما وصل إلى سمعه متصلا بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وفيها أحاديث تفسير بعض ألفاظ القرآن، فبدأ يدون هذه الأحاديث، فكانت أول ما كتب في علم تفسير القرآن بالمكتوب أي بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له أو بتفسير الصحابة اللي توسعوا في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا ما بين مقل ومستكثر، منهم من استكثر من تفسير معاني القرآن كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وغيرهما. ثم لم ينقل إلينا كتاب كامل فيما دون من أحاديث من بدايات عصر التدوين إلى مخطوطة واحدة وذكرناها. ثم بعد ذلك بدأ عصر التدوين، فبدأ المسلمون تظهر حاجة أشد وأشد، دخل في الإسلام من لم يكن من أهل العربية واستعصت الألفاظ على الأفهام مما كان واضحا وظاهرا ومفهوما
فنشأت الحاجة إلى التدوين في علوم أخرى لها علاقة بالقرآن، وبدأ الناس يصنفون في بعض الأبواب كأسباب النزول، يفرضون له تصنيفا، والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأشياء من هذا القبيل مفردة. وبعدين ذكرنا أن أول من صنف في علم علوم القرآن بشكل يجمع أبواب القرآن كان ابن سعيد الحوفي، وفي أول ما وصل إلينا. وبعدين بدأ يتصل، وذكرنا طريقته اللي تبعها في تفسير في وضع أو تصنيف كتابه. وبعدين بدأ الأجيال فيما بعد تتبع نفس المنهج من العناية بالقرآن والتصنيف في مادة علوم القرآن، إلى أن وصل إلى الحال الذي بين أيدينا الآن من نضوج، يعتبر أول مصنف بشكل أكاديمي منضبط بالتعريف العالي كان الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، مما وصل إلينا مطبوعا الآن. في العصر الحديث نقل كتب كثيرة، من ضمنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا للشيخ مناع القطان، وذكرنا ترجمة الشيخ في المرة السابقة. الشيخ حفظه الله بعد أن رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمات شرع لقدر ما من الكتاب حوالي قرابة 60 صفحة من الكتاب، يتكلم في البداية عن القرآن نفسه ذاته، من حيث تعريف القرآن، من حيث أسماء القرآن وما ورد فيها من خلاف، وكيف صنف الناس في أسماء القرآن فقط كباب من أبواب علوم القرآن. يتكلم عن صفات القرآن وهذه الأسماء والصفات، هل هي اجتهادية، الباب فيها مفتوح، الناس تسمي القرآن وتصفه بما شاءت أم لا. تكلم عن الفروق بين ما وصل إلينا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى القرآن، ما بينها من فروق وبين القرآن، كيف نميز كلاهما مسند للنبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما وصل إلينا منقولا عنه، ولكن بعض ما نقل يسمى قرآنا وغيره يسمى أشياء أخرى، قد تسمى حديثا قدسيا وقد يكون حديثا نبويا شريفا، وكيف نميز بين هذا وذاك وما علامات هذا وذاك حتى يتضح الفارق بين ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قرآنا أو حديثا قدسيا أو وحيا أوحي إليه وعبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظه من عنده. وبعدين يتكلم عن كيف وصل هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باب الوحي، كيف أوحى الله عز وجل بكلامه هذا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا. ويتكلم في الوحي ويسرد ويورد بعض شبهات الفلاسفة والمتكلمين والمغرضين التي أوردوها على الوحي كمبدأ من حيث الإمكان ومن حيث المصداقية ومن حيث الوقوع، وأشكال الوحي المختلفة التي كان يصل بها كلام الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد مبحث الوحي يبدأ الكلام على مباحث علوم القرآن المتفرقة والمختلفة اللي ذكرنا لها أمثلة كثيرة في المرة السابقة، ويبدأ فيها المصنف رحمه الله بباب المكي والمدني وتعريف كل واختلاف العلماء في معنى المكي، ماذا يسمى مكيا وماذا يسمى مدنيا وخصائص كل من النواحي. فالجزء الأول اللي هو حتى باب الوحي يعتبر من المقدمات. من إيه؟ من المقدمات. فبدأ فيه المصنف رحمه الله بتعريف القرآن، هو أوجز إلى حد ما ونحن نتبع طريقته، طالما أننا التزمنا بالكتاب ده يبقى احنا نتبع بطريقة الشيخ مناع القطان ونوجز كما أوجز، والأمر مبسوط في كتب أخرى حتى كتب المعاصرة، الكتاب الآخر بتاع الدراسات في علوم القرآن كان يدرس في العام الماضي، الباب ده مبسوط فيه شوية ومتفرع يعني ذكر أقوال أخرى في معنى كلمة قرآن في اللغة وما معناها وهل هي مشتقة أو جامدة أو وخلافه، ولكن هنا الشيخ يعني ذكر أقوال يسيرة فإحنا نلتزم بما قال. هو الشيخ بيقول إن هو ذكر إجمالا قولين، إما إن القرآن ده تكون الهمزة اللي في إيدي أصلية وبالتالي
الهمزه اللي هي قران، اما ان تكون اصليه فيكون جاي من قرأ، واما ان تكون النون هي اللي اصليه فتكون جايه من قرنا، اما ان تكون كلمه قران جايه من قرأ، واما ان تكون ماخوذه من قرنا، واما ان تكون كلمه جامده ليست مشتقه وضعت علما على كتاب الله عز وجل. خلاص ما هياش ملهاش اصل ترجع اليه. احنا عارفين الفرق بين الجامد والمشتق. الجامد في اللغه العربيه الكلمه اللي ملهاش حاجه مرحله قبلها نرجع اليها، يعني يقول لك ايه خرج ماخوذه من الخروج، الخروج ده فيه قبليه حاجه نرجع لها، خلاص الخروج ده المصدر. تمام، قلنا مثلا ايه هذا شخص مثلا قارئ، يقول لك قارئ ماخوذه من قرأ، ماخوذه من قراءه، القراءه نفسها جامده مشتق منها قرأ يقرا فهو قارئ. يبقى كل كلمه في العربي ينفع نرجع بيها الى حاجه قبلها اسمها مشتق، كل حاجه اسمها شبيه بالمشتق ولكن لا يعني في شيء. يبقى اما ان تكون مشتقه ليها اصل او تكون جامده هكذا وضعت، اتفق الصحابه على تسميه كلام الله عز وجل بكلمه قران. طيب لو هي مشتقه اما ان تكون جايه من قرأ او جايه من قرنا، ده خلاصه كلام الشيخ. ولكن نقرا ويقول قرأ تاتي بمعنى، طيب هو اول معنيين جايبهم على ان هي الهمزه اصليه يعني ماخوذه من قرأ، فبيقول ان قرأ لها في اللغه معنى الجمع والضم، يعني كلمه قرأ نفسها اصلها معناها اللغوي المرموعه دي الجمع والضم، وبعدين تستعمل في القراءة وهي التلاوة، نطق الكلام بالحروف وتلاوة الكلام فتسمى قراءة، والمعنيين دائما أبدا في اللغة في ترابط بين المعاني، المعاني مش جزر معزولة في المحيط، ما زال القارئ يجمع ويضم الحرف إلى الحرف حتى يصير كلمة، والكلمة إلى الكلمة حتى تصير جملة، والجملة مع الجملة حتى يصير موضوع. يبقى آلية القراءة نفسها متضمنة معنى الجمع والضم، فالمعنيين الاثنين متلاقيين. وبعدين بيقول يستدل على ذلك بقوله عز وجل دليل واضح جدا كالشمس، يقول ان علينا جمعه وقرانه، يعني قراءته، فاذا قراناه عليك يا محمد من جبريل عليه السلام فاتبع ايش؟ فاتبع قرانه، يعني فاتبع قراءته. وقال ان ده دليل على ان هي مشتقه من قرآن مش من قرن. طيب وهو بيقول ده مصدر على وزن فعلان، يعني قرآن قرأ قرآنا جاي على وزن فعلان، وبالتالي الرأي ده بيقول ان القرآن وهو مقروء يعني مفعول احنا اللي بنقرأه يقع عليه القراءة مسمى باسم المصدر، قرأ قرآنا فهو مقروء، يبقى القرآن هو يقرأ ولكن سمي بإيه؟ بالمصدر بتاعه، زي غفر غفران وشكر شكران، يبقى قرأ قرآن، فده مصدر سمي به إيه؟ سمي به المفعول وهو المقروء. وبعدين بيقول وجهة نظر أخرى في إن قرأ مأخوذة من الجمع والضم، إن القرآن جمع ثمرة جميع العلوم وضمها بين دفتي المصحف، يبقى برضه معنى الجمع والضم ما زال موجود وليه وجهه في تسميه القرآن بهذا الاسم، مش فقط لأن القارئ يجمع الحروف في كلمات والكلمات في جمل والجمل في مواضيع وصور وآيات، ولكن لأن القرآن جمع وضم ثمرة العلوم التي نقلت إلينا بين دفتين. يقول عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب دي انتهت القصة بتاعت ايه؟ ان هو مأخوذ من قرأ، اول حاجة هو مشتق مأخوذ من قرأ والهمزة اصلية. بيقول انا اعيد ترتيب الكلام اللي ارحمكم الله، اعيد ترتيب كلام الشيخ عشان نجيب المشتق مع بعضه والجامد مع بعض. أول أنه مشتق من قرناء بالإيه؟ بالنون، لأن الآيات مقترنة مع بعضها البعض. أو من قرنا
لأنه مليء بالقرائن والأدلة على مراد الله عز وجل ووجوده ووحدانيته وأسمائه وصفاته، كل دي قرائن يعني أدلة. إما الآيات مقرونة مع بعضها البعض، الآية تلو الآية تلو الآية، أو لأن الآيات مليئة بالقرائن والأدلة على ألوهية الله عز وجل ووحدانيته وكل ما أثبته لنفسه في كتابه. دي كلها جاية من قرانات، أو أن يكون مش مشتق أصلاً كما ذكرنا، وإنما هو لفظ جامد وضع علماً منتجلاً، خلاص اتفق الصحابة على تسميته بالقرآن. ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالجزء اللغوي من حيث الاشتقاق والجمود وأصلية الهمزة أو أصلية النون. أنتوا أخذتم أصول فعارفين يعني إيه المشترك اللفظي، وهو أنا يعني أفترض ذلك، ويقول كلمة قرآن تطلق على القرآن كله من أوله إلى آخره، تطلق على آية آية، كل آية فيما زالت تسمى قرآنا، فكل الآيات تشترك في لفظ القرآن. فلان يقرأ آية والآن يقرأ آية بعينها، نحن نقول فلان يقرأ القرآن، ما زال يقرأ إيه؟ قرآن، فده مشترك لفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آيات القرآن. ثم يحاول الشيخ أن هو يسوق لنا أشهر التعريفات الإصطلاحية، يعني ده معنى الكلمة من حيث اللغة. معنى القرآن في اللغة إما مشتقة من قرأ بمعنى ضم وجمع، أو تلا وكلا المعنيين مرتبط بالآخر، أو مشتقة من قرانا لأنه إما إن الآيات مقرونة بعضها ببعض، أو لأن مليء بالقرائن والأدلة على مراد الله عز وجل من خلقه، أو إنه اسم جامد وضع هكذا علامة واسما على علما على كتاب الله سبحانه وتعالى الموحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده المعنى اللغوي انتهى. المعنى الاصطلاحي اللي اتفق أهل هذا الفن أو اتفق علماء الشريعة على تعريف القرآن به هو يقول فيعرفونه بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته. دي ثلاث أجزاء في التعريف، كلام الله هذه أول جزء، المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الثاني، والثالث المتعبد بتلاوته. كالعادة يقسم التعريف بالإيه؟ بالحد. الحد يعني وهي كأن قطعة الأرض كده لها شرق وغربي وشمالي وجنوبي أو يسموه بحري وإبلي، بيحدد الأرض دي بحيث تبقى معروفة محددة، لا يدخل فيها اللي بره ولا يخرج منها اللي جوه، خلاص دي الحدود. فالتعريف يسمى الحد. ومن إحكام التعريف إن كل جزئية فيه تخرج أشياء قد تلتبس على الناس إنها داخلة في قطعة الأرض، فنقول لا 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 حد واقف هنا الحتة دي مش تبعنا، وهكذا. الحد بيقول إيه؟ بيقول الجزء الأول كلام الله عز وجل، يبقى كلام أي حد تاني لا يسمى قرآن، خرج براد. الجزء الثاني المنزل. المنزل يعني إيه؟ يعني اللي وصلنا. طب هل في كلام ما وصلناش من كلام الله سبحانه وتعالى؟ في حاجة ما وصلناش؟ إزاي لا؟ في كتير جدا طبعا. أمال ربنا اللي بيقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ده احنا بنطبع 100,000 نسخة من المصحف مطاعة واحدة والحبر مش بينفد ولا أي حاجة. يبقى القرآن هو الجزء المنزل من كلام الله، أما كلام الله عز وجل فلا آخر له ولا يعلم حدوده إلا الله عز وجل. ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله على عمومها كثيرة غير منتهية كصفاته منتهى الكمال. أما ما اختار الله عز وجل وقدر أن ينزله إلينا هذا ما يسمى قرآنا، أما ما استأثر به في علمه سبحانه وتعالى فلا يسمى. ما وصلناش احنا بنقول كلمة قرآن على ما وصل إلينا بين دفتي المصحف. طيب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به كل ما أنزل على غير نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أنزل على موسى وعيسى وغيره من الأنبياء لا يسمى قرآنا لأنه لم ينزل على محمد. يبقى كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم آخر جزء في التعريف المتعبد بتلاوته.
لأن الله أنزل على نبينا ألم يقل إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام في سياق الشريعة وحي من الله عز وجل، ولكن بعض هذا الوحي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظه من عنده بلغته التي أكملها له الله عز وجل حتى كان أفصح من نطق بالضاد. وبعض الكلام أسنده إلى الله كما سنرى، ولكن ما زال ليس قرآنا. المعنى بذاته من عند الله، والألفاظ برضو فيها نوع من التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا الكلام، وإن كان يقول الله تعالى كذا بل. ده اسم الحديث القدسي، وحنشوف دلوقتي تعريفه مع بعض. وفي بقى اللي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى، وهذا ما نتعبد به، يعني ده اللي تصح به الصلاة. النوعين التانيين لا يجزئك في الصلاة أن أنت بعد الفاتحة تقول حديث قدسي أو تقول حديث حتى وإن كان متواتر في البخاري ومسلم، هذا لا يجزئ، لأن هذا لم نتعبد، يعني ليس جزءا من الصلاة تصح به الصلاة. يبقى آخر جزء في التعريف يحدد القرآن تحديدا تاما وكلام الله تعالى المنزل أي وصل إلينا على محمد صلى الله عليه وسلم التوراة الإنجيل المتعبد بتلاوته، أي الذي أمرنا أن نتلوه ونقرأه في الصلاة حتى تصح به صلاتنا. ده تعريف يسمى تعريف جامع مانع، يعني مفيش حاجة يخرش الماية زي ما بيقولوا، تعريف جامع مانع. وبعدين يتكلم الشيخ على أسماء القرآن وأوصافه، وذكر منها هنا خمسة، وفي كتب كاملة ألفت في أسماء القرآن، وبعدين في الصفات في الجزء اللي بعدين معها التالي مباشرة ذكر برضو عدة صفات ممكن نعدها، يعني قرابة مثلاً 12 أو 13 صفة. فهل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، هو الشيخ اختار أشهر الأسماء ونماذج من بعض الصفات، وقال لك إن في كتب تانية صنفت بأكملها في موضوع أسماء القرآن، وكتب في صفات القرآن ومعانيها وشرح الأسماء وشرح المعاني وشرح الأوصاف. وقال ولكن الشاهد من الكلام إن كل من صنف في هذا الكلام العلماء متفقون على أن أسماء القرآن أيا كانت وصفات القرآن أيا كانت هي توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني تحتاج إلى دليل، يعني ما ينفعش واحد يخترع اسم جديد ويقول ده من اسماء القران، هنقول له جه فين؟ هل جه في موطن ما من القران يشار الى كلام الله بهذا الاسم؟ او جاء في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو اتى بالدليل خلاص نقول ده من اسماء القران. لم ياتي بالدليل نقول له اسفين جدا. ليه؟ لان اسماء القران وصفاته توقيفيه، يعني نقف فيها عند الدليل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او جاء في القران، زي ما غالب كتب أسماء القرآن بتحاول إن هي تطلع أسماء القرآن من جوه الآيات. والكتب المصنفة في هذا كثيرة. الشيخ ذكر هنا الأسماء الخمسة اللي هو قالها بالأدلة، قال وقد سماه الله بأسماء كثيرة منها القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، واضحة دليل واضح. والكتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وسماه تعالى بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وسماه كذلك بالذكر والتنزيل. دي خمسه اسماء. اسماء دي انتقاها الشيخ من بين اسماء كثيره. في كتب تانية، في كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه شرح اسماء الكتاب العزيز، كتاب مخصوص في اسماء القران، وفي كتاب معاصر اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، ده أوصلهم إلى 46 اسم. وفي كتاب اسمه أسماء القرآن الكريم في القرآن أوصلها إلى 99 اسما، وكلها بالأدلة، يعني يورد آية أشار الله عز وجل فيها إلى كتابه بهذا الاسم. فالباب واسع. الشيخ انتقى أشهر هذه الأسماء أو انتقى خمسة منها، وبعدين ذكر لطيفة جميلة قوي في أول اسمين وهم أشهر اسمين، وهو القرآن والكتاب. نقرأ كلام الشيخ، مين يقرأ فينا؟
شيخ محمد قرأ المرة اللي فاتت. مين يقرأ المرة؟ مقطع بس يسير، عايزين متطوعين. فيش متطوعين؟ تتقدم شيخ؟ مقطع يسير بس، ويقول في تسميته بهذين الاسمين او غيره من اول ما تبارك من اسمائه القران والكتاب. فقط يعني بضع اسطر. وقد غلب من اسمائه صفحه 18. وقد غلب من اسمائه القران والكتاب. وقد غلب من اسمائه القران والكتاب. قال الدكتور محمد عبد الله دراز: روعي في تسميته قرانا كونه متلوا بالالسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالاقلام، فكلتا التسميتين من تسميه شيء بالمعنى، فكلتا التسميتين من تسميه شيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين اشاره الى ان من حقه العنايه بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، اعني انه يجب حفظه في الصدور، يجب حفظه، اعني انه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فلا ثقه لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الاصحاب المنقول الينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها اول مره. المنقول ولا المنقولة؟ المنقول الينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها اول مره، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله تعالى الذي تكفل بحفظه، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السلم. جزاك الله خير، أحسنت. يبقى لطيفة إن أشهر اسمين للقرآن وهو الكتاب بمعنى المكتوب والقرآن بمعنى المقروء، الشيخ بيقول إن دي لها معنى حفظ مزدوج، يعني هو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، وكلاهما حجة على الآخر، يعني لا يسلم بما هو في الصدور حتى يوافق رسم المصحف الصحيح المنضبط، ولا يسلم كتابة يسلم لكتابة كاتب حتى توافق ما هو في صدور الحفاظ. وبالتالي يظل القرآن محفوظا حفظا مزدوجا، يعني تنقية له من أي شائبة أو أي احتمال للتحريف أو التبديل، كما حدث مع الكتب السماوية السابقة التي لم يتعهد الله عز وجل بحفظها. وهذا يعني ليس التقاصا من شأن هذه الكتب السماوية، وإنما إذا كانت هذه الكتب مرسلة إلى أمة بعينها ثم نسخت بعد حين بكتاب آخر، فالأمة اللي كانت مخاطبة بهذا الكتاب كان فيها موجود محفوظ وانتفعوا به، ولكن زمانه انتهى فلم يتعهد الله عز وجل بحفظ الكتب السماوية. أما القرآن فهو شريعة آخر الزمان، نبي آخر الزمان، فكان منطقي جدا إن سبحانه وتعالى يتعهد بحفظ هذا الكتاب عن أي تبديل أو تحريف أو تغيير مهما قل، حتى ولو نقطة، حتى لو نقطة كان هذا داخلا في وعد الرجل بأننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعض الشراح ذكر لطيفة أخرى كذلك للجمع بين الاسمين الكتاب والقرآن، قال إن هذا من تمام إقامة الحجة على المسلمين، إن القرآن مقروء ومسموع، أن تسمعه يطلق وتسمع وتراه مكتوبا، وذلك تقوم الحجة على الناس. فالذي لا يحسن القراءة يسمع، والذي لا يسمع يقرأ، وهكذا. فلا يعني فلا يكون لأحد حجة على الله عز وجل بعد تمام البلاغ بهذا الشكل. طيب، لو قلنا أن أسماء القرآن وصفاته توقيفية، صح؟ قلنا تحتاج إلى دليل،
طب هل كلمة مصحف دي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مصاحف أياميها؟ ما كانش في مصاحف. طب احنا كام واحد فينا يقول على القرآن مصحف دلوقتي؟ غالبنا، كل الناس، صح؟ طيب هل في إشكالية، هل نحتاج إلى أن احنا نأتي بدليل عشان نقول هل يجوز تسمية القرآن بالمصحف ويطلع واحد بيقول لك بقى تسميه مبتدعة والمصحف ده اسم بدعي معلوش دليل؟ لا، المصحف ده ما هو إلا اسم للوعاء الذي فيه القرآن، يعني الجلد والورق، الصحف اللي فيها مكتوب التي كتب فيها القرآن، فما هوش القرآن، المكتوب داخل الصحف هو القرآن، أما المصحف فما هو إلا أوراق وجلدتين بين دفتيهما كتاب الله عز وجل الذي نزل ووصل إلينا. وبالتالي تجد في كتب الفقه حكم بيع المصحف، حكم هبة المصحف، إيش اسمها المسألة؟ حكم بيع القرآن، اسمها حكم بيع إيه؟ المصحف، وحكم مسح المصحف بغير وضوء وهكذا. يسمى برضو مصحف عثمان، يقول لك كان مصحف مسعود مختلف في الترتيب، هش القرآن ابن مسعود مختلف في الترتيب، لا لا، مصحف علي ومصحف عثمان ومصحف ابن مسعود، أما المفهوم الداخلي فهو واحد. وبالتالي كلمة مصحف مش من أسماء القرآن الكريم، فلا تحتاج إلى إقامة أدلة على جواز استخدامها أو غير ذلك. برضو من استدلال لبعض العلماء على أن مصحف ليس من أسماء القرآن، أن احنا القرآن لا يجمع، كلمة القرآن لا تجمع، أما مصحف ومصحف ومصحف بقت مصاحف، إنما ما زال هو قرآن واحد، مش حاجة اسمها قرائن. ما سمعنا بهذه الجملة إيه؟ هذه الكلمة من قبل. بعدين ذكر الشيخ بيقول ولطيفة التأقيت والتأبيت، وبين سر هذه التفرقة بين سائر الكتب السماوية، بأن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيت، وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، فكان جامعا لما فيها زائدا عليها بما شاء الله زيادته. ثم انتقل الشيخ الكلام على بعض صفات أو أوصاف القرآن في القرآن وفي السنة، وذكر مما هو مذكور في القرآن وهي كثيرة جدا جدا. قال: منها النور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ومنها قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كل دي الصفات من صفات القرآن تأتي وصفا للكتاب وليس من الأسماء، هذا من الاسم والصفة. وكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين إنه لكتاب عزيز. كل هذه الصفات وردت في آيات القرآن يصف بها الله عز وجل كتابه، وأيضا فيها مؤلفات ومصنفات، والشيخ ذكر منها طرفا يسيرا، فإيه نكتفي بما ذكر. وفي آخر الصفات: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام كيف نفرق بين ما وصل إلينا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سوى القرآن عن القرآن. فيبدأ بتعريف هو إيه اللي وصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إما أن يكون قرآنا، وإما أن يكون حديث قدسي، وإما أن يكون حديث نبوي. فبدأ يتكلم على القسمين التانيين بعد ما عرف القرآن وحط التعريف والحد الجامع والمانع، بدأ يتكلم على النوعين التانيين، يقول إزاي نميز بين هذين النوعين وبين القرآن الذي في المصحف. فبدأ بالحديث النبوي وقال: الحديث في اللغة ضد القديم، أي حاجة جديدة، حديث ضد القديم، ويطلق هكذا ويراد به كل كلام يتحدث به، على أساس أن الإنسان هو بيتكلم ينشئ كلامه هذا من الفراغ، يعني ما كانش موجود قبل ما أنا أنطق الآن بكلمة الآن، ما كنتش قلتها قبلها، فهي حديثة محدثة. فأي حديث يتكلمه الإنسان، محادثة بين الأطراف، كلام حديث يعني جديد لم يكن موجودا قبل النطق به، قبل ما أنا أتكلم الجمل دي دلوقتي ما كنتش قلتها. وده برضو من باب ان المعاني في اللغه تتكامل، يعني اطلاق اللغه العربيه لغه متينه جدا، ان
اطلقت الكلمة على أكثر من معنى لازم يكون في ترابط ما بين المعاني المختلفة اللي تستخدم فيها نفس الكلمة. علمه من علمه وجهله من جهله. ممكن يبان بالتأمل، ممكن يبان بالقراءة والدراسة. في النهاية أي أشياء متباينة ومختلفة يطلق عليها نفس الاسم لازم هتلاقي فيه ترابط ما وتشارك في المعنى ده بشكل من الأشكال. والأمثلة أكثر من أن تحصى. خد عندك مثلا أعزك الله كلمة خلاء. لماذا سمي مكان قضاء الحاجة بالخلاء؟ لما أنت بتخلو فيه بنفسك مش داخله. طب قديما كان خلاء عشان يروح في حتة فاضية ويبعد حتى لا يرى، فكان منطقي يبقى اسمه خلاء، لكن برضه كان يخلو فيه بنفسه. مش الإنسان بيتخلى فيه من الأذى ويخرج ما في داخله حتى يصبح داخله خلاء فارغا. كل دي أسباب ومعاني مشتركة بين كلمة زي كلمة خلاء وهكذا. فكلمة حديث في معاني مشتركة بين الحديث في اللغة وضد القديم وبين الكلام اللي بيخرج من فم الإنسان أنه جديد لم يكن قاله من قبل. وبعدين يعرفه، ذكر أمثلة على إن ومن أصدق من الله حديثا وعلمتني من تأويل وعلمتني من تأويل الأحاديث. وبعدين عرفه في الإصطلاح فقال أهل السنة لما يقولوا حديث نبوي ماذا يقصدون؟ التعريف الإصطلاحي مش التعريف اللغوي اللي هو الحديث هو الجديد. لا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أسند إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أي حاجة من الأربعة دي تصل إلينا بسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمى حديث. تسمى إيه؟ حديث. طيب مثال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب ده القول، والفعل ثبت من تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الصلاة نفسها كوصف للأركان والقيام ثم القعود والركوع ثم السجود بالصفة دي مش موجودة في حديث مقروء أو مكتوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش قال لهم يصلوا زي بالتفصيل اللي عندنا الآن، ولكن هم كانوا يراقبونه في كل حركة وسكنة، وما تركوا شيئا من شأنه صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه لنا ما استطاعوا. كلام نقل أفعال قيامه وركوع وسجوده، كيف كان قراءته، كيف كان خشوعه، حتى صمته لما سكت ينقل. لو حدث موقف أمامه صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يعلق ينقل أنه سكت. المرسل لما يتكلم لما يسكت، ملابسه، ثيابه، نعله، دابته، درعه، سيفه، كل شيء نقل إلينا كما لم ينقل عن أحد في تاريخ البشرية بكل دقة. فالقول نقل، الفعل وهي الصلاة على كل ما عندنا من تفاصيل عن الصلاة نقول إيه في كل موطن وكيفية الخشوع والاطمئنان وأنواع الصلوات المختلفة ما بين صلوات مفروضة إلى نوافل إلى استسقاء إلى خسوف وكسوف إلى صلوات خوف. كل هذه الأشياء لم يصفها صلى الله عليه وسلم بكلام، وإنما فعلها والصحابة رضي الله عنهم أجمعين نقلوا إلينا هذه الأفعال بمنتهى الدقة لحد ما وصلت لنا بهذا الوضوح، وإنخلنا نراه صلى الله عليه وسلم يصلي الآن بيننا. يبقى القول سنة، الفعل سنة، حديث، الإقرار بأن يحدث ما شيء فيسكت كأكل الضب على مائدة صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك. ودي القاعدة اللي قالها الشيخ النهارده في خطبة الجمعة. مين حضر الجمعة هنا؟ التقرير ده الشيخ النهارده في الخطبة قال قاعدة أصولية بتقول إن التقرير هذا حجة وإنه سنة وإنه يستدل به على حل أشياء وحرمة أشياء. لا، حل أشياء بلاش حرمة. ايه القاعدة اللي قالها الشيخ النهارده في الخطبة؟ قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن لو حصل موقف وكان ينبغي أن ينبه على خطأ ما بحرمة ما فعل
أو بوجوب ما ترك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر بيانه عن هذا الموقف أبدا. فطالما أنه لم يتكلم وسكت يبقى الأمر كما حدث جائز. يبقى الأمر إيه؟ جائز. وبالتالي كان الإقرار حديث نبوي شريف وكان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والصفة اللي هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم منهم مثلا أنه كان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بخض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب صلى الله عليه وآله وسلم. دي الحاجات اللي بيطلق عليها حديث نبوي. ثم الحديث القدسي بما عرفه الشيخ. هنا القدسي نسبة إلى القدس، القدس تدل على التعظيم لأن مادة الكلمة دالة، شوف الترابط بين المعاني، مادة الكلمة دالة على التنزيه والتطهير، فالتقديس تنزيه الله تعالى والتقديس التطهير، وتقدس أي تطهر. قال تعالى على لسان ملائكته ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقر بكل كمال الله عز وجل بكل خلو وطهر عن عيب أو نقيصة، أو ونطهر أنفسنا لك. والحديث القدسي في الاصطلاح بقى عند أهل الفن يقولون هو ما يضيفه النبي. شوف عشان نعرف الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، ما يضيفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى، يعني يقول قال الله تعالى ثم يبدأ في الكلام فيسند الكلام إلى المولى عز وجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول راو لكلام الله ولكن بلفظ من عنده، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفارق اللي بينه وبين القرآن. فإذا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلى الله عز وجل يقول يبقى أشكال الرواية في الحديث القدسي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يبقى الكلام اللي جاي حديث قدسي مش من كلام النبي، النبي تكلم به ولكن أسنده إلى الله. أو يقول قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي مثلا. الحديث بتاع أشهر حديث أهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ده حديث قدسي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن أضافه وأسنده بقوله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى. وذكر مثالا من حديث قدسي، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. وبعدين الشيخ قال طيب كيف نميز العلامات فارقة بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم؟ يعني نص الحديث القدسي هو نص الكلام اللي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نصا؟ لا ما أنزل وإلا كان القرآن، المعنى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أسند الكلام إلى الله عز وجل، هذا يعني أن هذا المعنى أوحي ألقي في روح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العبارة والألفاظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله أوحى إليه أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فالمعنى موحى من الله ولكن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد قرآن، وإلا كان بقى في المصحف وإلا كان أمرهم هم يكتبوه، لكان تنزل الآية فيقول ضعوا هذه في سورة كذا بعد آية كذا أو قبل آية كذا، بما يدل يقينا على إن هي إيه؟ قرآن. أما الحديث القدسي فهو نعم قال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى لكن ما أمرهم أن يضعوها في المصحف ولا بين آية كذا ولا في أول سورة ولا في آخر سورة. إذن فالكلام كألفاظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما المعنى موحى إليه من الله عز وجل. الشيخ ذكر خمس فروق بين القرآن والحديث القدسي تسهل جدا التمييز بين الاثنين. يقول القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما هو يقرأ كما هو، وتحدى به العرب فعجزوا عن أن يأتوا مثله. التحدي هنا كان جحريا أن يعني يفرض له فارق مستقل
لانه من اقوى الفروق بين القران والحديث القدسي. ان مفيش تحدي وقع للعرب بحديث قدسي ابدا. هما النبي تحداهم صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بمثل هذا القران او بسوره منه او بايه منه بس مش بحديث قدسي. يبقى التحدي فارق كبير جدا وحي الله الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ولفظه، ومتحدى به ولا يزال التحدي به قائما، وهو معجزه خالده الى يوم الدين. اما الحديث القدسي لم يقع به التحدي ولا الاعجاز على ما فيه من فصاحه وبلاغه وطبع معاني في منتهى الرقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله، ولكن لم يقع به التحدي ولم يقع به الاعجاز. القران لا ينسب الا لله تعالى، ده فارق ثاني. اما الحديث القدسي فقد يروى مضافا الى الله، وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء. يعني إيه؟ يقول كما قال في الحديث القدسي، يقول عز وجل أنا عند ظن عبدي بي يد الله ملأ، يقول عز وجل كذا، رغم أن الكلام ده إحنا عارفين أن هو وصل لنا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قيلت الطريقة دي يبقى دي اسمها إسناد إنشاء، يعني نشأة الكلام ده ورد جاء من عند الله عز وجل، وإن كان هو وصلنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلى النبي في كتب السنة، مش مسند إلى الله مباشرة زي ما قد يوجد في بعض الكتب كما يقول بعض الخطباء على المنابر، ولا بأس في ذلك، لأن مفهوم إن الحديث هذا قدسي ورد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى فقط من عند الله عز وجل. يبقى أول فرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن وقع به التحدي والإعجاز، أما الحديث القدسي فلم يقع به لا تحدي ولا إعجاز. الفرق الثاني أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، رغم أن احنا عارفين أن هو وصل لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا احنا وصل كيف في حد أوحي إليه ببعض القرآن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في سقط كتاب علينا من السماء مختوم ان هو قران لم يصل او كان مباشره كده من الله؟ ابدا، كله وصل من خلال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو من بلغ القران وهو من بلغ الحديث القدسي. ولكن هذا القدسي لا يسند القران الا لله، اما الاخر فقد يسند الله عز وجل كما في الروايات السابقه، وقد يسند الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يقول الله تعالى. يبقى ينفع ان احنا نقول الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذا كذا كذا، انما في القران عمرنا ما شفنا ابدا حديث ولا في البخاري ولا مسلم ولا، عشان كده القران ما فيهوش اسناد زي الحديث، يعني ما عندناش حاجه اسمها اسانيد ايه ايه في المصحف. إن روى البخاري في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، حد شاف حديث كده؟ مفيش حاجة كده. ليه مفيش علم إسناد في القرآن؟ لأنه أصلا ما بقاش اسم القرآن إلا لما تواتر. تواتر يعني نقل إلينا بجمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فأصبح مش فارق مين بالظبط اللي وصل لمين. الأمة كلها تنقل، الأمة كلها تنقل، الأمة كلها جيل بعد جيل بعد، فما فيش رجال، ما فيش علم رجال في القرآن، ولا في أدلة على آية آية من أحاديث مسندة مهما بلغت صحتها، لأن القرآن أصح في النهاية واستدل على الحديث ومعانيه بما في القرآن، لأنه لم يصبح قرآنا إلا لما استوفى ثلاثة شرائط هنشوفها لما نتكلم في علم القراءات في مبحث القراءات. بعدها بقى أحدها التواتر، وبالتالي مفيش عندنا اسانيد، وبالتالي مش محتاج اقول ان هذا الكلام وصل عن النبي، ما هي معروفه مسلمه، ولكن هو يسند الى الله عز وجل. يقول عز وجل قل هو الله احد. وصل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا متفقين ومجمعين كل الامه على ان قل هو الله احد ايه في المصحف القران منزل من عند الله عز وجل. امال الاسناد بتاع الاجازات الناس بتاخدها والشهادات دي، هو ده مش اسناد؟ ده اسناد ولا لا؟ ده اسناد للمتعلم، اثبات صحه تعلم المتعلم، مش اسناد للقران نفسه. ده اللي قرا على الشيخ بياخد حاجه تثبت ان هو تلقى قرا خاتمه كامله
على الشيخ فلان الذي أخبره أنه أخذها من الشيخ علان الذي أخبره عشان بس يثبت أنه تلقى هذا الفن من أهله وأن هو أصبح مؤهل وأن هو يدرس. فده إسناد للقارئ مش إسناد للمقروء، مع الاسم إسناد يعني إجازة أو سند أو ده توثيق لتعلم هذا الطالب من ذلك الشيخ لتعلم من شيخه إلى 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 من شرف وبركة هذه الأسانيد أنها تكون متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، ثم يكتبون فيها بعض اللطائف في النهاية يعني كما قرأه على جبريل عليه السلام كما قرأه على اللوح المحفوظ عن رب العزة جل وعلا، هكذا يكتبون في الأسانيد. إذن القرآن لا يحتاج إلى إسناد، ومع ذلك لا ينسب ولا يسند إلا بالله عز وجل لأنه متواتر، بينما يسند وينسب الحديث القدسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة لأنه الذي قاله بلفظه من عندك، ويسند إلى الله عز وجل تارة لأنه على سبيل الإنشاء أن من شاءه وأصله ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. الفرق الثالث اشتراط التواتر، وأن لا يثبت إلا بالتواتر كما ذكرنا. أما الأحاديث القدسية ما فيش حد من أهل العلم قال إن الأحاديث القدسية الآحاد كلها مش ثابتة، أو إن يلزم إن يكون الحديث القدسي متواتر، لم يشترط هذا أحد. شأن وشأن باقي الأحاديث، إن صح الإسناد صح الحديث، إن ضعف الإسناد ضعف الحديث، نبويا كان أو قدسيا، فنفس الأمر يجري عليه. الفرق الرابع أن القرآن من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي وهو من عند الله عز وجل معنى، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق الخامس أن القرآن متعبد بتلاوته، فهو ما تتعين قراءته في الصلاة ولا يجزئ سواه. ثم بعض العلماء ذكروا فروق أخرى، قالوا مثلا أن القرآن تحرم روايته بالمعنى، بينما الحديث القدسي هو في النهاية حديث، فمن أجاز روايته بالمعنى أجاز رواية الحديث القدسي بالمعنى. وقالوا أيضا أن القرآن نزل فيه قوله لا يمسه إلا المطهرون. أخذت المسألة دي في الفقه ولا ما أخذتها بعد؟ مس القرآن راجح على المذاهب الأربعة والله أعلم، كما درستموها أنه لا يجوز مس المصحف بدون وضوء، ظاهرة كاملة مبيحة للدخول في الصلاة باستثناء الظهرين. فهذا من شأن القرآن وليس من شأن الحديث القدسي. طيب القرآن مقسم إلى صور وآيات، أما الآخر فلا. ثم القرآن يبدأ بالاستعاذة والبسملة، أما الآخر فيقرأ بدون استعاذة وبدون بسملة. القرآن له رسم عثماني خاص به، أما الحديث القدسي فيكتب بالرسم الإملائي العالي شأن وشأن باقي الأحاديث. دي كانت الفروق كيف نتعرف على الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحديث النبوي قسمان، قسم توقيفي يعني ملقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أمتك بكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بلفظه فيخبر الأمة. هذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله قد يشتبه الجزء التوقيفي من الحديث النبوي بالحديث القدسي. ليه؟ لأن احنا قلنا في الثاني المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما احنا بنقوله تلقى النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، صح؟ طب ايه الفرق بينه وبين القدسي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر عن المعنى الموحى اليه لم يسند الكلام الى الله عز وجل، ما قالش قال الله كذا وكذا، وانما امر اصحابه بما هو أبلغ أن يأمرهم به، ونهاهم عن النواهي، وحطهم على الخيرات ومحاسن الأخلاق. هي أوامر من عند الله مش أجزاء من الشرع، وربنا هو الشارع سبحانه وتعالى، ولكن المعاني والأوامر نزلة من الله عز وجل بالوحي، ولكن الألفاظ والجمل والتعبيرات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسندها إلى الله تعالى، لم يقل يقول الله تعالى أنهاكم عن الشرب واقفين، ما قالش كده، وإنما نهى عن الشرب واقفا. هو النهي عن الشرب واقف ده أصله جاي منين؟ أوامر الدين ونواهيه جاي من رب العزة جل وعلا، الله يحبه كذا ويبغضه كذا،
والنبي يبلغ صلى الله عليه وسلم. فأصل الأمر نهي من عند الله. نزل أبو واحد، نعم نزل أبو واحد، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنه بهذا القسم من السنة، وهو القسم التوقيفي، يعني واقف على أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى. ولكن لم يسند النبي الأمر والنهي إلى رب العزة، لم يقل في لفظ الحديث هو يبلغه للصحابة يقول الله تعالى كذا وكذا وكذا، وإنما قاله ابتداء أنشأه من عند أداء فارق بين الحديث النبوي التوقيفي والحديث إيه؟ القدسي. الاثنين المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في القدسي أسنده النبي إلى الله، وفي النبوي التوقيفي لم يسنده إلى الله. فأظن الفرق واضح. واضح الفرق بين الاثنين؟ أنتوا معايا ولا سرحتوا؟ طيب القسم هذه نزلت من عند الله بمعناها ولفظها، فصارت آية في القرآن. يعني الأمر والنواهي في القرآن جاءت من عند الله عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ والمعاني، فقال ضعوا هذه في سورة كذا بعد آية كذا، صارت آية. وفي أوامر تانية ما بلغهاش لينا على أنها قرآن، وإنما يا إما بلغها حكاية عن رب العزة جل وعلا فقال يقول الله تعالى كذا وكذا فصارت حديثا قدسيا، أو بلغنا الأمر دون إسناده إلى الله بالقول، ما قالش يقول الله تعالى كذا وكذا، وإنما بلغنا الأمر أن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. الأوامر دي منشأها من عند الله ولا إيه؟ عندنا شك كده في أي مجال الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ مراد الله للناس. فالأوامر دي يتيجي بلفظها ومعناها فتدخل آية في القرآن، يتيجي بمعناها بس واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول في أولها يقول الله تعالى تبقى حديث قدسي، يا إما تيجي المعنى من عند الله كأمر أو نهي واللفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول يقول الله تعالى، يبقى ايه؟ حديث نبوي توقيفي، حديث نبوي اللي هو الشق الاول. ثم الشق الثاني قسم توفيقي، نصف السنه نصف السنه الثاني قسم توفيقي، يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القران وفي تطبيق عموم مراد الله في المواقف المختلفه ما لم ينزل فيها القران بعينه. ايه الحد نعمل ايه دلوقتي؟ نجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم ومن اولى منه بالاجتهاد. ثم هذا الاجتهاد يصوب ويسكت عنه إن كان صوابا أو يصحح من قبل الله عز وجل إن كان اجتهد على غير ما يريد الله عز وجل، كما في المواطن التي عُتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى في بدر وغيرها من المواقف، ينزل التصحيح من الله عز وجل إن كان هذا الاجتهاد على خلاف ما يريده الله عز وجل. النبي يجتهد في الأمور التوفيقية، يجتهد ما استطاع ما لم يأته نص يخبره ما لا ينبغي أن يقول وما لا ينبغي أن يفعل. يبقى السنة النبوية نصفين، نصف توقيفي المعنى من الله واللفظ من النبي بدون يقول الله تعالى، ونصف توفيقي من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن المختلفة يختار ويجتهد إما أن يسكت عنه الشارع عز وجل أو أن يصحح هذا الاجتهاد إن كان يحتاج إلى تصحيح. ولهذا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إطار التشريع يقع تحت قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أظن كده يبقى الفارق واضح بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي التوقيفي. القرآن من عند الله لفظا ومعنى فأمر بوضعه في المصحف، الحديث القدسي من عند الله عز وجل معنى أما اللفظ فللنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أسنده إلى الله، قال وهو يبلغنا يقول الله تعالى كذا، قال الله تعالى كذا. الحديث النبوي التوقيفي الأمر والنهي من الله عز وجل، اللفظ والتعبير
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده إلى الله عز وجل، فلم يكن حديثا، لم يكن آية، ولم يكن حديثا قدسيا، ولكن كان حديثا نبويا توقيفيا، يعني يشتمل على أوامر ونواهي، واضح جدا إن ما فيهاش مجال للاجتهاد. التوفيقي من الأحاديث ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي، فهذه خفداء أسلبت، وإن هذه تصحح يعني تعدل وتغير من قبل الله عز وجل إن كانت تحتاج، أو تترك على ما هي، وبرضو ينطبق عليها القاعدة الأصولية اللي سمعتوها النهاردة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. طيب آخر حاجة معنا النهاردة اللي هي شبهتين عرضهم الشيخ، احنا رددنا على هذا الكلام، اعتقد ان احنا قلناه، يعني يقول الحديث النبوي وحي بالمعنى كذلك واللفظ من الرسول، المعنى اللي بنسميه حديثا قدسيا، اعتقد ان احنا وضحنا المساله دي تماما، ان نقع بنزول المعنى من الله الحديث القدسي ونسبته الى الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر دليل على نزوله من عند الله عز وجل، ولذلك سمي حديثا قدسيا بخلاف النبوي من الأحاديث، فإنها لم يرد فيها مثل هذا النص على يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، ما فيش حاجة في نص الحديث تدل على أنه مروي عن الله عز وجل كما في الحديث القدسي. فشبهة ثانية بيقول إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وجه نسبته إلى الله بقوله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى؟ طب ما احنا متفقين أن اللفظ من النبي والمعنى فقط هو من الله عز وجل، إيه مفهوم أو إيه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام من عنده ثم يقول في أوله يقول الله تعالى؟ إيه السبب؟ نقول إن الحاجة اللي ملهاش أدلة من الشرع نرجع إلى الوعاء اللي نقل إلينا فيه هذا الكلام هو إيه؟ اللغة العربية. فننظر في أساليب العرب، هل كان ينفع عندهم يستخدموا مثل هذا التعبير في تبليغ معنى من ألفاظي أنا، إن أنا أقول الشيخ بيقول لكم اعملوا كذا كذا كذا، هو الشيخ ما قالش نفس الكلمات فيها بعينها، لكن هو قال المعنى، وانا ما جبتش ورقه ورشيخ وكتبته وقال حرفا حرفا كلام، ولكن نقلت المعنى مسندا الى الشيخ بيقول لكم اعملوا كذا وكذا، كما ان هذا الامر مستساغ الان كان ايضا مستساغا عند العرب، هذا من اساليب العربيه المستساغه والمقبوله، الانسان يبلغ رساله يسندها الى منشئ الرساله وصاحبها، ولكن بتعبيره الشخصي يقول بألفاظه هو. فهذا سائغ في العربية حيث ينسب الكلام باعتبار مضمونه لا باعتبار ألفاظه. فأنت تقول حينما تنثر بيتا من الشعر يقول الشاعر كذا وكذا، وانت تحكي معنى البيت تنثر، يعني ايه؟ يعني انت هتقوله مش هتقول نص، انت مش فاكر البيت، بس عاوز البيت يعني ينطبق على الموقف الحالي، عاوز تتمثل بقول الشاعر ولا يحضرك قول الشاعر، فبتروي بالمعنى بترتجله بتنثره وتقول والشاعر يقول كذا وكذا، وتقول والشاعر ما قاله نثرا وانما قاله شعرا، ومع ذلك مقبول ومفهوم. وحينما تسمع ما سمعته من شخص يرتقون يقول فلان كذا، وهكذا حكى القران الكريم عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بالفاظ غير الفاظهم واسلوب غير اسلوبهم، ونسب ذلك إليهم. القرآن بقى ده دليل يعني دامغ على جواز حكاية الموقف بالمعنى وإسناد الكلام إلى المتكلمين أيامها بألفاظ مخالفة وبجمل مخالفة، ويقينا هم كانوا لا يتكلمون العربية أصلا. فازاي القرآن عمل قال موسى يقول فرعون قال فرعون وقال موسى، هم قالوا كده بالعربي؟ أبدا، مع ذلك جاز أن يسند الله هذا الكلام إليهم، وهم يقينا لم يقولوا هذا الكلام بلفظه وإنما قالوه بمعناه،
وبالتالي ده يفسر ازاي قصة سيدنا موسى تيجي في القرآن 26 مرة من البقرة لحد سورة الأعلى كل مرة بطريقة شكل. طب هما ايه الموقف حصل 13 مرة مثلا؟ هو التحدي بالسحر مرة والعصار ألقاها هي موقف حصل مرة ومتشكلين. ولكن رواية القرآن هي رواية بمعنى ما حدث من الكلام، ورواية المعنى تحتمل التعبير بألفاظ مختلفة بأشكال مختلفة كما قدر الله عز وجل. يقول وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون. هل قال موسى هذه الكلمات بعينها؟ ما قال، قال معناها اللغة السريانية أو أيا كانت تتكلم بها، ولكن جاز عند العرب وجاز في القرآن أن يقول الله عز وجل إن موسى قال كذا وكذا وكذا، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. كلام عربي في أرقى مراتب البلاغة والفصاحة، لا يتصور أبدا أن يقال هكذا إلا من عند الله عز وجل، ولكن جاز أن العرب استخدم القرآن هذا بكثرة في القرآن. حكاية كل قصص تلك القرآن قصص عن السابقين، ولكن بألفاظ المولى عز وجل والتعبيرات هي أرقى ما تكون في العربية. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستعد. كلم الله موسى بالعربية اللي ما كانش يفهمها ولا يعلمها، كلمه بما يفهم، ومع ذلك قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم بدأ المولى عز وجل الشعراء يحكي هذا الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون، برضه بنسبة الكلام إلى فرعون، ولم يكن يتكلم العربية، وإسناد الكلام إلى موسى وأيضا لم يكن يتكلم العربية. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وما قال هذا كان. المهم هذا يرد على الشبهة التي تقول إن ما سر هذه إسناد الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل مع ربنا. نقول في تعريف الحديث القدسي أن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا أسلوب سائغ شائع في العربية قديما وحديثا، وهو في القرآن مستخدم بكثرة كما ترون. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت، إلى آخر الآيات، إلى أن قال له قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى إحنا كده أخذنا النهاردة تعريف القرآن لغة واصطلاحا، وأخرجنا محترزات زي ما يسموها التعريف، يعني إيه اللي خرج من التعريف الجامع المانع. ثم ذكرنا بعض أسماء القرآن وصفات القرآن، وفرقنا بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، وأزلنا الشبهة المتعلقة بهذا الكلام. إلى اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.